يعني زمان يا جدعان، لما كان ما كان يقول لك الصحابي الفلاني عمل والصحابي الفلاني سوى، احنا كنا بنفكر في الموضوع ازاي؟ احنا ما كناش بنفكر في الموضوع اصلا. مش يا باشا الصحابي الفلاني عمل، طيب رضي الله عنه يعني، جزاه الله خير. ما هو الكلام مش موجه ليا يعني، الصحابي الفلاني عمل ده، الكلام ده ده كلام خطب يعني، ده كلام ده في زمن ماضي، ده زمن ولا ايه؟ الصحابي عمل انا عمل؟ عمر حد فينا سمع ان صحابي عمل حاجه عظيمه فقعد يفكر بقى يا انا تعالى نتعظ ونتعلم؟ وابدا انا ما شفتهاش يعني. لو انت شفتها انا ما شفتهاش، لا شفتها ولا شفتها ولا انا عملتها، ولا مثلا شفت صحابي يعني. انا صحابي بيصلوا الجمعه وان شاء الله خير، هنصلي الجمعه ان شاء الله الدنيا هتمشي. بس انما ان اشوف صحابي بقى لا، الكلام ده مش لينا. اللي جد بقى في الموضوع ده الجديد بقى، ده الجديد منه، ان النهارده 5 ساعات سواقه من هنا في صحابه عادي، في ناس بقى لها 40 يوم بتحارب 3 بلاد وما بتخسرش صحابه. يعني اللي معاه ربنا يمشي على الميه. فلو الحكايه كده يعني، لو في بقى ان اللي معاه ربنا يمشي على الميه، خدونا امشي معاكم، انا عايز امشي على الميه. هو مين فينا مش عايز يمشي على الميه؟ ما ده اللي انا جاي اقوله لك بقى. هو انت ما فيش حاجه في حياتك تخليك عايز تمشي على الميه؟ يعني ما هو اللي معاه ربنا بيمشي على الميه، اللي معاه ربنا الكون كله بيتسخر يحل له حكايته. اللي معاه ربنا معاه قوة خارقة عادي، ممكن يولع في مركبة بولاعة 5 جنيه. هي لو ماشية كده خدونا معاكم، ما أنا أكيد في حاجات في حياتي عايز أحلها. يعني أكيد عايز أمشي على المية، يعني أكيد أنت أكيد أنت مش مبسوط بحياتك 100%، أكيد أنت محتاج يعني. لو في الدنيا أوبشن القوة الخارقة، طب ما تجيب منه، هات القوة الخارقة. فالناس قدامنا أهو، الناس ده تعالى نشوف بقى الناس دي بتعمل ايه. فرقم واحد، بص في ورقتك. ده وجهة نظري انا، ممكن وجهة نظري تبقى غلط، ممكن اقول لك كلام مش كامل، ممكن انسى حاجة، بس انا وجهة نظري رقم واحد، بص في ورقتك، استعين بالله واستغنى عن اي حاجة. ده اللي الناس دي عملته. الناس دي اتحصرت 15 سنة، ما عادوش يقولوا اصل اقتصاد البلد، هو لا في اقتصاد ولا في بلد، ما عادوش يقولوا اصل ظروف العالم، العالم كله ضدهم. مع مثلا اصل لا القياده السياسيه، وابو مازن، ابو مازن اصلا راح اشتغل في الشاورما وشاف مستقبله وساب القصه دي، خلاص مش شغلها الحكايه دي. ومع ذلك الناس في 15 سنه حصار قاعدين في السجن، انتقلوا من الطوبه للصاروخ. فانت ايه ظروفك؟ ايه مشكلتك؟ يعني انت ايه مشكلتك؟ قصتك اصعب من ده في ايه؟ لا يا انت باشا، انت مش مستعد تقعد تضحي والضحى ب 15 سنه، دي الحقيقه. انت مش مستعد لده، ولا انا مستعد لده، ولا احنا مستعدين لده، الا من رحم ربي يعني. فما تقوليش الظروف يعني، بعد اللي احنا بنشوفه ده ما تجيش تكلمني في الظروف. لا، انت تستعين بالله وتعمل اللي عليك وتحرق نفسك كل يوم ليل نهار لحد ما تعمل اللي انت عايزه. ده المفروض. انا الكلام ده بقوله لنفسي قبل ما اقوله لك يعني. بس هو انت لو جيت تكلمني بقى يعني، في يعني الناس اهم قدامك اهو، فين الظروف وفين البلد وفين الاقتصاد وفين؟ وما فيش حاجه. 15 سنه قاعدين في السجن، وتلاقيهم قاعدوا يجربوا في نفسهم وفي جيتاتهم عشان يوصلوا يعني. الصواريخ اللي انت بتشوفها دي اكيد فرق قاعد فيهم وهم بيجربوها، وناس ماتت، وناس هم بيحفروا الانفاق اللي هم دلوقتي بيستخبوا فيها دي عشان يعرفوا يحاربوا، اكيد ماتوا هم بيحفروها وهيلت عليهم وناس ماتت تحت، اكيد كل ده حصل، اكيد كل ده حصل تضحيات. في ظروف سيئه، في اي في تضحيات، هتحل بالتضحيات وهتحل بالشغل. بس انت عشان تبقى باصص في ورقتك ومستغني عن العالم ومستغني عن الدنيا كلها والدنيا تمشي معاك، انت عايز العلاقه. يعني ايه عايز العلاقه؟ عايز العلاقه يعني انت باش عشان القنبله الغلبانه اللي في ايدك دي تشيع المركبه، انت عايز العلاقه. انت عايز يبقى في علاقه. انت عايز تبقى باشا مربط الدنيا فوق. انت عشان تروح تقرب من المركبه كده وتحط اللغم عليها وتاخد بعضك وتمشي، يا باشا انت اللدن اللي عندكم في البيت فيها سنسور باركينج. انت فاكر ان المركبه دي عادي كده؟ المركبه دي المفروض تحرقك قبل ما تفكر تقرب منها. فالراجل اللي بيروح يتمشى لحد المركبه ويعلق البتاع فيها وياخد بعضه ويمشي ومصورها لك لايف، يا باشا ده احمد الاسواني اللي بينزل يصور في سوق السيارات، ما يعرفش يقرب بالعربيات هناك كده، صاحب العربيه يهشه. معجزات، دي معجزات. ما هو اللي انا بكلمك فيه، ما هو انا بقى ده اللي خوتني، ان دي الناس دي بتمشي على الميه حرفيا. معجزات بالعلاقه. ما هو عشان هو اجتهد وعمل اللي عليه وتحدى الظروف وكل الكلام ده، بس عشان يوصل ان هو اللغم اللي هو عمله ده يتمشى لحد المركبه ويحطه على الدبابه ويمشي ويصوره لك لايف ويروح، دي العلاقه. انا كان عندي 2 صحابي في الجامعه، الاثنين دول واحنا داخلين الامتحان، في واحد منهم كده لما يقول لي انا ما لحقتش اذاكر الحته دي، الحته دي مش جايه في الامتحان، انا عارف ان انا مش جايه في الامتحان. انا عارفه الراجل ده، الراجل مصلي الفجر وهو جاي، وراجل بيقول اذكاره، راجل طول الوقت يقول لنا يا جدعان ما نسيبش فرضنا، راجل طول عمره محترم، راجل ملوش في الغلط، راجل ماشي صح، الراجل ده كان يعمل اللي عليه ويقعد يذاكر طول الليل، لما يجي لي الصبح يقول لي انا ما لحقتش اذاكر الحته دي، ما بذاكر دي مش جايه في الامتحان، ده ربنا مش هيأذيه، ده بيخلص بالعلاقه. هو ده اللي انا بكلمك فيه بقى. ويا واحد تاني صاحبي لو في حته ما ذاكرهاش بتيجي في الامتحان 4 مرات والامتحان كله بيبقى فيها، يعني هي الحته دي تعالى انت ملحق. هو ده اللي بقول لك عليه، يعني هو ده اللي انا بقول لك عليه باختصار، يعني بضرب لك مثال بقى في حياتك انت ازاي تخلص بالعلاقه.
بيقول لك سيدنا عمر بن العاص في احد الفتوحات او حاجه من كده يعني، كان طلب من سيدنا عمر بن الخطاب يبعت له مدد، قال له انا عايز 4000 واحد. قال له طب انا هبعت لك 4، الواحد منهم ب 1000، تمام؟ يبقى كده وصلت لك يا 4 في 1000 ب 4000، كده وصل لك حقتك، وصلت لك، شوف شغلك بقى بجد والله. وبعت له 4 تنفار، يعني بعت له اربعه من الصحابه بعتهم له، قال له الواحد بقى يعني ايه بقى الواحد ب 1000؟ الواحد جنبه 3 اصفار؟ لا، هو الواحد جنبه ربنا، هو ده، هو ده اللي بيخلص بالعلاقه. هم دول بقى، ما دي الاشكال اللي انت شايفها هناك. ما هو انا ما اعرفش ده حصل لا يعني، بس اسمع ان العساكر اليهود كانوا بيطلعوا يقول لك احنا بنحارب اشباح، وده ايه؟ انت تفتكر ده ايه؟ ما هم دول ال 4 صحابه اللي راحوا الواحد ب 1000. انت تخيل ان انت بتحارب ربنا بيحارب معاك، انت تخيل انت واصل لدي، انت واصل للليفل ده، ان انت لما بتحارب ربنا بيحارب معاك، ان انت لما تعوز حاجه ربنا بيساعدك فيها، ان انت لما بتنزل تشتغل ربنا بيحل لك، ان انت لما بيبقاش لك مصلحه ربنا بيقضيها لك. وده اللي انا بكلمك فيه. الحاجه الثانيه بقى، وانا يعني انا ما بحبش اخش اصلي في الحته دي، الحته دي فيها سن التنميه البشريه كده، وانا التنميه البشريه بجزع منها، بس انا مش عارف اجيبها لك ازاي غير كده، مضطر اجيبها لك كده، استحملني. هو انت مش عارف تبطل السيجاره ليه؟ ايه مشكلتك؟ احكي لي بقى كده عن مشكلتك. ما اصل احنا دلوقتي خلي بالك، اصل احنا الجماعه اللي هناك دول دخلونا في حكايه. انت ايه مشكلتك؟ حضرتك واخد بالك ان في ناس هناك بقى لها 40 يوم من غير اكل وشرب وبنزين وميه وبيحاربوا وعايشين، وانت تقول لي مش عارف استغنى عن النيكوتين؟ ايه يا حاج؟ الدنيا ايه؟ انت تعرف ان في عيل بيقعد 3 ايام تحت الانقاض، لا بياكل ولا بيشرب، وبيطلع عادي بيضحك ومكمل حياته عادي، وانت تقول لي مش انت مش عارف تبطل السيجاره 3 ساعات؟ اقول لك على حاجه، انت عايز تعرف انت ايه مشكلتك بامانه؟ انت مشكلتك انك سايب الدريكسيون بس، دي مشكلتك. انت مشكلتك ان انت نفسك هي اللي سايقه، وانت قاعد بقى عمال بتلعب في التكييف وتوطي الشباك وتلعب في الراديو وبتاع ومستمتع بالرحله، بس مش اكتر من كده. دي مشكلتك، انت سايب الطاره، انت حكايه الطاره دي دلوقتي مش شغلاك، هي نفسك سايقه وانت قاعد بتستمتع بالاجواء، هي دي مشكلتك. اي كلام غير كده كلام فاضي، اي كلام غير كده انت بتضحك على نفسك، حضرتك نفسك هي اللي سايقه بس، مفيش اي اسباب تانيه. احب اقول لحضرتك عشان بس، ويجي يقول لك بقى ايه، انا هبطل السجاير بس انا هدخل الاول كورس ايكوس 3 سنين تمهيد، لان لو سبت السيجاره على طول انا انتاجيتي هتقل، الانتاجيه هتنزل، او حضرتك بتنتج ايه؟ احب اقول لحضرتك ان في اطقم انقاذ في غزه بتشتغل 3 ايام من غير اكل ومن غير نوم، يخش في اليوم الواحد يشيل 20 عماره يطلع الناس من تحتها، وما بياكلش وما بيشربش وما بينامش. وانت تقول لي النيكوتين هيقلل الانتاجيه، انتاجيه ايه يا عم؟ اللي انت بتعمل ايه؟ حضرتك بتعمل ايه؟ يا باشا بعد اذنك تعال لنفسك سكه، وقول انا سايب الطاره دلوقتي مريح شويه من موضوع السواقه، تعال لنفسك سكه ما تشتغلش نفسك. فانت مبطل، انت مش عارف تبطل السيجاره ليه؟ انت مش عارف تبطل السيجاره ليه؟ انت مش ماسك الدريكسيون، مفيش سبب تاني في الدنيا. انت ما بتنزلش تصلي الفجر ليه؟ انا بقول لك وبقول لنفسي ما بنزلش نصلي الفجر ليه؟ ايه مشكلتنا يعني؟ انت مش كفايه انك بتنام شبعان؟ انت مش كفايه انك بتنام؟ مش كفايه انك بتنام؟ مش كفايه ان عندك سرير؟ ما بتقومش تصلي الفجر ليه؟ طب هي العلاقه هتيجي ازاي من غير ما تصحى الصبح كده تروح لربنا تصلي ركعتين الفجر على الريق يظبطوا لك الترموستات بتاع اليوم؟ العلاقه هتيجي ازاي غير كده؟ يعني انت امتى هيبقى، امتى هتعمل العلاقه؟ يعني امتى هتعمل العلاقه اللي انا بقول لك بقى عليها؟ امتى هتحط الدنيا في حجمها الطبيعي؟ امتى هيبقى عندك مشكله؟ امتى هيبقى عندك مشكله تنزل تحلها في الجامع؟ سمعت عن دي قبل كده؟ انا بقول لك والله، بقول لنفسي تاني برضو، امتى هيبقى عندنا مشكله نقوم نازلين نحلها في الجامع؟ تنزل تصلي الركعتين التمام، بس الركعتين التمام تقوم مسلم تطلع من الجامع، يا المشكله اتحلت يا انت ما بقتش شايفها مشكله. وهو ده بقى النوع اللي احنا اصلا مش، احنا مش عايشين ولا شايفين ولا دريانين بيه، احنا مش دريانين ان ده احد انواع الحلول، ان انت يا تخرج تلاقي ربنا فعلا حلها لك، يا تلاقيها ما بقتش مشكله، الركعتين حطوها لك في حجمها الطبيعي، انت ما بقتش حاسس بمشكله. هو انت فاكر ان البشر اللي هناك دول مش بشر زيه وزيك؟ يعني الناس اللي بيموت اهله كلهم وبيقول الحمد لله، في حين ان انت عامل اضراب عن الحياه عشان مش عارف تتجوز البنت اللي انت بتحبها. يعني انا مش بترفه منك، انا بترفه منك وبترفه من البنت اللي انت بتحبها. يعني قال حضرتك تدري ان في دكتور شغال في مستشفيته بيصحى الصبح يلاقي مراته اللي هو بيحبها وعياله اللي هم بيحبهم، هي مش البنت اللي هو بيحبها بقى، ده اتجوزها خلاص وخلف منها وبقى مراته اللي بيحبها وعياله اللي بيحبهم وابوه وامه اللي بيحبهم وعيلته كلها اللي بيحبهم كلهم ماتوا، وواقف في المستشفى يا باشا سندال بيحل. ده ازاي؟ هو مش انسان زيه زيك؟ هو انسان زيه زيك. عارف الفرق ايه؟ الفرق ان الحياه عنده في حجم غير حجم الحياه عندي وعندك. هو ده الفرق اللي بيننا وبينه، هو ده الفرق اللي بيننا وبينهم. عارف ايه حجم الحياه الطبيعي؟ اللي احنا للاسف عمرنا ما هنوصل له، احنا طول ما احنا كده عمرنا ما عارف ايه حجم الحياه الطبيعي؟ زي ما الراجل قال. الله خلقنا والله بياخدنا
والله يفعل ما يريد واحنا الحمد لله صابرين. هو ده حجم الحياة. هو الراجل فاكر، عارف الراجل ابو ده انا جابها لك في سطر، هو ده حجم الحياة عندهم، ما بتزيدش عن كده. فملخص الكلام اللي انا بكلمك فيه ان احنا يا جدعان من الاخر التخين فينا، التخين شيخ المشايخ اللي احنا كلنا يعني بنقول له يا مولانا، ما يجيش حاجة في ايمان الناس دي، وهي دي المشكلة. احنا محتاجين نشتغل على نفسنا، محتاجين نعمل بقى العلاقة، محتاجين نعرف نهد جبل بالعلاقة. محتاج تعرف ان انت الدنيا ما توجعكش، الخسائر بتاعت الدنيا ما توقعكش برضو بالعلاقة. ده اللي احنا محتاجينه. ما تجيش تقول لي احنا اصل حمو الصنص ما بيركعهاش وفتح بلاي ستيشن وربنا كرمه. ما بلاش تفاهة، انا بكلمك انت النهاردة، انت احنا ايه ال 250 عربي ايه؟ احنا يا باشا احنا في ديل المقطورة. احنا في ديل المقطورة، وانت طموح الناس ايه؟ طموح الناس تهج اطلع بره اوروبا احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ بينما اخواتنا بقى الناحية التانية هم اللي هم اخر الشارع، هم موقع ثلاثة من الدول اللي انت بتقول انا عايز اروح اقعد هناك، مرقعهم تحت رجليه بالعلاقة، ومش مرقعهم بيشتموا ويشتموه، يحاربهم. هم عندهم تكنولوجيا، هو عنده تكنولوجيا اقل شوية، بس بالعلاقة بقى يا باشا زيح زيح. وده اللي بكلمك فيه. يعني احنا لو 1% بس من العرب والمسلمين ابتدى بس شغل انتنا كده وابتدى يلقط الرسائل اللي جايه لنا من الناس اللي هناك دي، ما يقدر على قدر الله ربنا اسرائيل بقى تنسى المشروع بتاع النيل والفرات ده. شوف بقى مشروع بقى تفتح بلاي ستيشن، تعمل بقى مثلا تشتغل تطوير عقاري وبتاع الاحتلال ديفلوبمنتس والشغل، الحاجات الحلوه اللي ماشيه اليومين دول. ف ربنا يا جدعان يصلح حالنا وحالكم، وينفعنا باللي بيدور حوالينا، ويهدينا إن شاء الله للي فيه الخير يعني.